أنا والتاريخ والصور بينا كتير حكايات. أنا كنت شاهد عيان على معظم الأوقات، وقسمت أنا والعدسة شغفي وأيامي. شفنا التاريخ مع بعض، فرعوني إسلامي، الذكريات كلها محفورة في النيجاتيف، وكأن فيلم العمر بيمر قدامي. إيهاب، أنا هقولك إيهاب مش أستاذ إيهاب، علشان إيهاب ما بيحبش الألقاب. أهلاً يا رشا. كده أنا رشا إيهاب، كده مريحة أكتر، خصوصاً إن إحنا قاعدين على الرصيف. لكن ده مش أي رصيف يا إيهاب. لا، ده رصيف، ده أغلى رصيف في مصر على فكرة. أغلى رصيف في العالم. في العالم ممكن. يمكن. يمكن الشانزليزيه أغلى. لا 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 لا، ما أعتقدش الشانزليزيه مش عليه الناس اللي مشيت على الرصيف ده. مين مشي على الرصيف؟ الرصيف ده بداية من زي ما نقول مثلاً من رمسيس الثاني مثلاً لغاية السيد رئيس السيسي في نوفمبر اللي فات. ده الرصيف اللي بيودي المعبد الأقصر. ده بيودي المعبد الأقصر، وبعدين لو أنت بتمشي شوية 2 كيلو كده تكملي اتصال المعبد الكرم. وبعدين السياحة في الأقصر كانت محصورة في الوينتر هنا، وفندق الأقصر اللي هو مقفول حاليا هو ورا المعبد. احنا في وينتر بالاس، من أشهر لوكندات العالم. دي يعني 1907 فندق الأقصر المقفول ده 1885. فالمنطقة دي كده كانت هي السياحة في مصر. والنيل يعني المنظر خرافي هنا. والمراكب، كان مراكب توماس كوك والأنجلو أمريكان تحت هنا، كان المرسى بتاعهم كله هنا. كانت الأقصر كلها في المنطقة، الأقصر السياحية كلها في المنطقة دي. مفيش مطاعم، مفيش حاجة، الزباين محدودة. هي دي لما بتفكر في الأقصر هي الحتة دي. وخبراء السياحة في مصر النهاردة 90% منهم اشتغلوا بطريقه او باخرى على الشارع الرصيف ده والامتداد بتاعه ده. خلاص، احنا حلو قوي ان احنا بنصور على ده بقى رصيف، يعني رصيف يتصور ويتباع للزكاة. طيب، انت فاتح هنا اهوت، واحنا في الوينتر بالاس، ومحلك كبير جدا ومعروف جدا ان هو قديس وشركاء من 1907. انت الجيل الكام يا ايهاب؟ انا الثالث. الثالث بعد جدي عطيه ووالدي عبد الله، وفي كان عمي عدلي وعمتي نرجس، وانا اصغر واحد في ال11 حفيد. انت اصغر واحد في ال11 حفيد. وانا الحد في النور في الاخير. لكن انت اللي مكمل التاريخ. يعني لا، هم كلهم بيكملوا، بس انا في الموقع، لكن الكل بيساعد. جدك عطيه اشتهر جدا 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 بانه كان متابع ومتعلم وتلميذ، ثم بقى عظيم زي استاذه انطونيو بياتو اللي كان مصور. يعني اشتهر، يعني هو من الاسباب اللي اشتهرت الاثار في اوروبا ساعتها، لانه كان مصور جيد جدا لاثار الاقصر. وكان الاستوديو بتاعه بيزد هنا في الاقصر. في يعني في صور الاستوديو بياتو هنا، كان جنب المعبد برضه. سنة كام افتتح؟ هو اتولد 1860 وتوفى 1905، بس جه في السبعينات بتاعي، يعني معرفش السبعينات من القرن. فكان بيزد هنا، كل الاجانب كانوا فاتحين في القاهره. الوحيد الاجنبي الوحيد اللي كان فاتح في الاقصر كان انطونيو بياتو. وكان في بعد كده هنري لاشتر اللي كان بيشتغل مع شيكاغو. مع شيكاغو. ايهاب، المحل قديس وشركاء معروف طبعا ان هو متخصص في الفوتوغرافيا، واهم ما يميزه انه عنده صور قديمه كتير جدا وكولكشن مش عند حد خالص. لكن انا شايفه ان انت كمان عندك سوفونير وحاجات زي الاثارات وحاجات من هذا القبيل. حاسس ان المحل محتاج ده عشان طبعا يكمل. المحل كبير، كان بيكبر بالتدريج، يعني فكان كل ما يحصل اكستنشن فيه زودوا ايتمز وكده. والنص التاني ده كان ملك واحد هندي، كان زمان فيه بضاعه كتيره تيجي من الهند برضه، الكروكيد والسن الفيل، وكان يعني تحف تحف بمعنى كلمه تحف، غير الصيني بتاع اليومين دول. يعني مش ما حسيتش ان انت لو فتحت في القاهره يبقى افضل لك؟ لا، انا ابن الضواحي. ابن الضواحي، ابن المدن الصغيره. يعني انا احب، يعني الاقصر فيها ناس، مجتمع مثقف، ليك اصدقاء يقدروا يماتشوا او تتكلم معاهم ثقافيا. طبعا طبعا، الاقصر كلنا احنا دايما نتبهن نقول احنا الاحفاد الفراعنه الاصليين. يعني انا بنكشك عشان كده. ليه اصدقاء ثقافتهم اكتر مني 100 مره، انا بتعلم منهم، هم اللي علموني ازاي اقرا بعد ما اتخرج. يعني انا بعد ما اتخرجت اكتشفت علاقتي بالكتاب الكليه، اكتشفت علاقتي بالكتاب ممكن تنتهي، فابتديت اقرا، ابتديت اسال. ليه اصدقاء عندهم مكتبات، حاجه عندهم امهات كتب على مستوى عالي جدا. في واحد استاذ عبد الجواد حشيش، ده كان مدير الاثار الاسلاميه والقبطيه هنا، اي معلومه تاريخيه في ال 100 سنه الاخيره على الأقصر عايزاها تاخديها منه. في الأستاذ فرانسيس، يعني مؤرخ برضه، في معلومات كتيرة في القرن العشرين تاخديها منهم هما الاتنين بطريقة عالية جدا جدا.
انت ما صورتش خالص يا ايهاب؟ انا كنت هاوي وصورت، كنت اصور العيله واصور بورتريهات، انا غاوي بورتريهات. تحب الاشخاص بقى؟ الاشخاص بقى مش مش الاماكن والاثار. الاشخاص والصور على فجأة بقى، زمان ايام الكاميرات بقى قبل الديجيتال وكده يعني، اللي هو فجأة مش واخد باله بتطلع شطات حلوه خالص. حلوه قوي خالص. هتاخدني جوه ايهاب تفرجني مجموعتك النادره؟ لا مجموعه جدي مش مجموعه جدك النادره، بس انت احتفظت بيها؟ الحمد لله. كان ممكن تبيعها على فكره؟ لا، ما هي ما هو في اتفاق ضمني بين كل واحد ان الحاجه دي حلاوتها ان هي تبقى كده مع بعضها في مكانها. في صحيح، عشان حرام نضيع تاريخ الراجل ده، بس مش صح حاجه. معبد الكرنك اللي كان بيسميه المصريين القدماء اسم إبتسوت أو البقعة المختار، هو أهم معابد طيبة أو الأقصر حالياً، وهو المعبد اللي كان بيتم فيه تقديس أمون إله طيب. كانت طيبة هي المدينة اللي بينتمي ليها الملوك اللي وحدوا مصر، وفضلت من الوقت ده واحدة من أهم المدن المصرية. معبد الكرنك موجود في البر الشرقي للأقصر، والناحية المواجهة ليه على طول موجود معبد الأقصر اللي كان اسمه قديماً أمون إم أوبت أو أمون بالأفق. تم ربط المعبدين القدماء بطريق محفوف بالتماثيل، طريق الكباش، وهو نفس الطريق اللي تم افتتاحه في مهرجان أسطوري يوم 25 نوفمبر 2021 كأكبر متحف مفتوح في العالم. إيهاب محل خرافي، شكله جميل وروحه كأنك دخلت يعني رجعت في الزمن لورا 100 سنة ورا. أكتر من 100 دلوقتي. أكتر من 100 دي الحتة دي بالذات أكتر من 100 يعني. محل جديس. جديس. أنت كاتب على اليافطة بالإنجليزي جديس بالجي. بجي. مش بالكي أو الكيو. لا بالجي عشان تبقى أسهل بالنسبة للأجنبي، وفي الصعيد طبعا هنا قاف بتنطق الجيم. عشان جديس. جديس. عجبتني اليافطة اللي بالجي. عايز اشوف الصور بقى القديمه اللي عندك ايه دي بقى. خدني كده صوره صوره من اولهم. دي اول واحده، المدخل الشرقي لمعبد كرنك اللي هو اخر طريق الكباش حاليا، يعني المنظر ده متغير تماما دلوقتي. دي صور جدك عطيه. عطية. يعني عطية تقريبا عطية. سنه كام دي؟ دي عشرينات. في العشرينات. ده ابو سمبل قبل النقل. يا خبر. ده كان عميل على طول، يعني الارض دي ارض زراعيه، في صور بتبان في زرع عالي فيها يعني. ما جميل. ده مش تاريخ، ده تاريخ التاريخ. ده بقى التاريخ. ده بقى توماس كوك. دي مركب السودان. مركب شغالة اسمها السودان. يعني شغالة لغاية دلوقتي. فعلا؟ مركب من 8 مراكب كان نزل بيهم توماس كوك 1886، أول نايل كروزز. يعني المركب دي من 1886. وشغالة لحد دلوقتي. وده البلاتفورم اللي هو كان بيبقى اللي عليه. الله، ده الوينتر بالاس. ده الوينتر بالاس فروم ذا اير، ودي بتعقد ناس كتيرة غاويين تصوير ان ما بيبقاش عارف صورت ازاي بالكاميرا. دي صورها جدك من طيارة. من طيارة. بالكاميرا الكبيرة دي. فالناس مش ما حدش متخيل ازاي دلوقتي بالفايبريشن بتاع الطيارات زمان مع الكاميرا الكبيرة ازاي تطلع كلير كده. دي بقى يعني. لا هي نت قوي. بس دلوقتي في تقنية حديثة ممكن يعملوها نت. اكتر. بس عادة بيبقوا الناس عايزة يعني اللي الصور عايزين الاثنين. وبعدين بتبين برضو هنا في الكورنيش كان شكله ايه، المرسى كان شكله ايه هنا. خرافي خرافي. ده فاروق، بس البرنس فاروق بقى، مش ملك فاروق. سنة 36 كان جه افتتح جامع هنا في المنشية، كان اسمه جامع امير الصعيد، كان هو وقتها هو امير الصعيد زي برنس اوف ويلز كده عندهم. احنا كان امير الصعيد. الله. وده بيرلو كوم، مدير الاثار المصرية، وشهرته جاية ان هو كان تصدى لتوت عنخ آمون في عدم تهريب الكارتر وعدم تهريب اثار المقبره خالص. ودي اليزابيث، دي ملكه بلجيكا، دي الزياره دي سنه 25. دي حاجه مهمه قوي يعني، شخصيات هامه كتيره. كانت في فتره العشرينات بعد اكتشاف المقبره كانت الاقصر قبله المصورين طبعاً. والمشاهير طبعا يعني. واصلا الموضه بقت فرعوني وكل حاجه. ده كينج امان الله ملك افغانستان. ودي مراته ولابسه برقع على هدوم اوروبيه. الله. و ده الوينتر بالاس. ده الوينتر بالاس، وده البرنس امبرتو ولي عهد ايطاليا.
في 26 27 برضه كده. ودول السكان الاصليين؟ لا دول العاملين الاصليين دلوقتي. ايوه ما هو ده اللي برنامجنا عليهم، دول السكان الاصليين. ده بقى اثناء نقل المقتنيات. انت ما عندكش صور من اكتشاف مقبره كارتر؟ لا دي في النقل. وبعد كده بعد كارتر، ما كان كارتر معاه المصور الخاص بتاعه، هو اللي كان مسموح له بس يصور جوه المقبره. بعد كده بعد ما الدنيا اتنقلت كلها القاهره، ابتدت زي جدي وغير جدي ممكن ينزل يصور يعني. ده النقل من الاثار نفسها من المقبره للمتحف بتاعنا بتاع مصر. دي صور الاستوديو البورتريهات. الله دول ناس عاديين. دول بقى لا دي اشهر عائله باشوات في الاقصر هنا، عائله ياسا باشا اندراوس. ياسا باشا ده مشهور قوي. ولاده والعيله وبناته كلها وزي الكوبري، كوبري ياسا على اسم العيله دي. بالظبط كده. قلت لي ايه بعد كده لما قلت لك مش عايزاك ليه ما بتنزلش مصر؟ بعد كوبري ياسا ماليش لازمه في مصر. بعد كوبري ياسا ماليش مسواش. كل الصور بقى اللي شفناها دي اتصورت بقى بكاميرات نوعها الكاميرات القديمه دي، كاميرات الاستوديو كلها بتواريخ مختلفه. انا كان حظنا حلو برضو، مره كان في سائح انجليزي دخل المحل هنا وبص على الكاميرات وقال انا ببيع الكاميرات دي في انجلترا وعندي كتالوج بالسيريال نمبر لكل كاميرا. كان الانتاج قليل. السفريه اللي هو كان بيجي كل 3 شهور، فجي قعد وطلع كاميرا تنقل الليبل الابيض ده حضرتك تلاقيه السيريال بتاعها، تاريخ صنع الكاميرا وقيمتها كام تقريبا. فعلا دي مثلا ايه؟ دي 1942 بتهيألي. ماركتها ايه؟ لا ما دي اللايكا الالمانيه، دي اللايكا اللي هي اقدم كاميرا اتعملت. دي 1860 الكبيره دي. 1860 وعدستها زايتس ولا؟ عدستها زي ما هي. وبعدين الغريبه قوي اللي بالفيو فايندر الغريبه دي، البوكس دي عشان اللي بيشوف بيها سلايدز كمان. ليها نور، بيت نور ورا. وادوات التحميض والطباعه موجوده بس متشاله في مخزن لوحدها. بس انت اكبر ميراثك برنتات يعني صور ممسوكه ولا نيجاتيفات؟ نيجاتيفات. في منه عندنا حوالي 1940 قطعه نيجاتيف. طب مش ده قليل قوي على 70 سنه انتاج ولا كذا سنه انتاج؟ ما هو 100 سنه انتاج بس برضه مروا بمراحل نقل كتيره، فكان بيتكسر اللي بيبيع اللي بيتهدر. كنتوا بترموهم؟ لا الصور كانوا بيرموها. طيب دلوقتي اكيد المحل ده العريق ده جاله شخصيات مشهوره زارته، مين جاي كونزور؟ الشخصيات في الملك فاروق سنة 44 والشهبانو بس كان ممنوع التصوير فرح ديبا. فرح ديبا دي مرات شاه إيران. شاه إيران حسني مبارك في 97 بعد حصة حتشبسوت. بس دول اللي احنا بنسمع يعني. أيوة دول نوع عليهم. دول انا كنت وشايفه اوسمه كمان شهادات تقدير. ده انا كنت الانصر الفخري البريطاني في الاقصر هنا لمده 20 سنه ما شاء الله. وفي نهايه الخدمه اخذت وسام الاو بي اي اوفيسر اوف بريتش امباير، ده بيعتبر تاني وسام بعد لقب سير. الصور اللي انا شفتها دي كلها فيها معمار قديم ومفيش كتير بني ادمين الا صوره ياسا باشا وعائلته، صوره شويه الناس. كان زمان المصورين يقول معبد الكرنك وعنصر انساني. في صور معابد، في بورتريهات، في صور لناس في الزيارات، في شخصيات الزيارات اللي حضرتك شفتيها دي كلها بس صور. تعتبر كان زمان الصوره اقيم لما يبقى ما فيهاش عنصر انساني. في مثلا عندنا صوره لبهو الاعمده، في صوره من غير شخص وصوره بشخص واقف تحت العمود. الصوره بالشخص دي بتتباع اكتر يعني، اي لقطه فيها انسان او عنصر انساني بتتباع اكتر فعلا. لان بيبين اول حاجه الدايمنشنز، يعني بيبين عظمه المعبد، بيبان الشخص قد صغير قد كده اهو، والكولومز مثلا. لكن انت بتحب العنصر الانساني بدليل ان انت شخصيا بتصور بورتريهات بس كهاوي مش كمحترف. يعني كهاوي مش كمحترف. يعني لو اديتيني كاميرا وقلت لي هتصور مين هاوي، انا بصورك انت مش هصور الشارع. بس بالنسبه للعنصر الانساني انت حاسس ان يعني انت مش من اسره قديمه ارستقراطيه زي ياسا باشا وكده، بس حاسه ان انت قيمتك عاليه قوي علشان جدنا ساب حاجه مش لينا بس، ساب حاجه للتراث الانساني كله، لان المجموعه فيها كل حاجه مغطيه تاريخ مدينه من سنه 7 لغايه حاجه و60 تقريبا، حاجه و70. في صور في السبعينات يعني. احنا عاده بقى زي ما حضرتك عندك صور كتير كده، احنا عندنا مصور، عندنا مصور فوتوغرافي اللي هو عبد الصبور برضو مصور، لكن عندنا رسام بيرسم دايما بورتري وبنديه للناس عشان تفتكرنا لما نمشي. ميرسي يا عبد اهو.
ميرسي خالص يا رشا، ميرسي. والبرنامج الاعداد كل اللي تعبوا معانا النهارده يعني، ما والصوره دي جميله ان فيها جينات ابويا وجدي، ويعني ما هو العرق يمد لسبع جد. ميرسي يا ايهاب جدا، مع السلامه. الديس وقلبي على التاريخ طول عمره بيدور، قلبي يعيش الحدث وعناية بتصور، مصر بتاريخها عمار ورا كل باب أسرار، شفت بعناية أثار لما الفلاش نور، ورسالتي طول عمرها عايشة في ولادي، بيكملوا بعدي ويصوروا بلادي ويعرفوا العالم عظمتها وتاريخها، ولأني مصري بشوف المستحيل عادي.